اتفضل. الريكورد الماضي ما رضيش يفتح، مع الكل ولا بس معاك؟ بعرفش انا صراحة ما رضيش يفتح معي، كان يحكي لي انه انا مش مخول اني اسوي هذا الشيء. وكنت حاضر المحاضرة مثلا وكنت موجود حضرتها، هي فيش انه اذا اني احضرها لانه كانت سهلة، بس انه عشان الحضرات الجاي. طيب خلينا نشوف اليوم يعني الوضع. بصراحة أنا شفت المسج، شفت مديري لينك أنت، ما عرفتش أصلا شو المشكلة. بس فكرت ممكن إنه تكون أنت مش من الناس اللي بعدهم يعني مضافين على المحاضرة. لا بلا مضافة. طيب بشوف اليوم، لأنه المحاضرة الماضية كان في حتى خربطات يعني مسجل، بعرفش يعني إذا بتشوف فون شايف مسجل. أول إشي سجلنا بتذكر 6 دقائق، بعدين بعرف شو صار، صرنا نضيف الطلاب، كان في ناس متأخرين. بعدين هون مسجل طلع 10 سكندز وهون 11 سكندز، نفس عندي. وهن نفس ما أنت بشوفهم، بشوفهم 18 سكند هون. يعني هي المحاضرة هون، هذا الجزء الأخير هذا هو اللي هو المحاضرة. فبعرفش أنا شو الإشكالية اللي عندك. شفت المسج بدور عليها، اذا بعدها مش قادر تشوفها يعني بنلاقي لها حل. يعني تخافش، فيش اشي ملوش حل. ممكن يعني اعملها داونلود وانزلها واطلعها على اليوتيوب واحطها على اليوتيوب مثلا، بس يعني ما اتوقعش انه في ضرورة. بس ان شاء الله انه شوف لي الجزء هذا الاخير، اذا ما زبط رد ابعث لي مسج على السيستم او على الاي ليرنينج ونشوف ان شاء الله. طيب فهاي انا بلشت اعمل ريكوردينج، بدي احاول اعمل ريكوردينج على جزئين للمحاضره، بحيث انه اول نص ساعه 35 دقيقه يكونوا ريكورد يعني في الجزء الاول من المحاضره والجزء الثاني من المحاضره، ف بحيث انه لما ترجع للريكورد ما يكونش مثلا ساعه وربع او ساعه وثلث كاملين، يكونوا نص ساعه نص ساعه شيء زي هيك، حوالي يعني 35 دقيقه 35 دقيقه. طيب زي ما حكيت المحاضرة الماضية كنا نحكي في بدايات البايثون، مش هيك؟ انتروداكشن على البايثون، بلشنا نحكي عن السيليبس. فإذا بتروح على الكورس ويب سايت من الاي ليرنينج بتلاقي في فوق هون هاي اللايف سيشن بتاعتنا وهاي الكورس ويب سايت. فإذا تيجي على الكورس ويب سايت هون بيطلع لك اللينك، وبيطلع لك بعد اللينك الكورس ويب سايت تبعنا. فهذا هو الكورس ويب سايت، هاي هي السيليبس تبعتنا وتوزيع العلامات. وزي ما انتم شايفين احنا في الاسبوع الثاني. الاسبوع الاول كان هو اول محاضره سحب اضافه وما حطيناهاش، المحاضره الثانيه اعطيناها وكانت حكينا عن بدايات البايثون وعن الموقع الرسمي للبايثون اللي هو كيف نيجي لنعمل انستول للبايثون من البايثون.org، وكيف نطلع على الدوكيومنتيشن وكيف ممكن نقرا الدوكيومنتيشن هاي. وفي واحده من الشغلات الاساسيه اللي هي التوتوريال هذا، فالتوتوريال كان مفيد. واذا بتروح على الشابتر الثالث في التوتوريال، ليش كاتبين خط كثير هيك؟ فاذا بتروح على الشابتر الثالث في التوتوريال هو الانترودكشن لل البايثون شيل، وبلش نحكي عن الاوبريتورز هذول، وبلشنا نحكي عن شغلات اساسيه. السترينجز ما حكينا عنهم طبعا. انا وعدتكم انه كمان مش بس نحكي عن التوتوريال، بدنا نحكي عن سلايدات ونبلش بسلايدات مشان تكون واضح الامور انه لما نيجي ندرس الماده. طبعا اذا بنرجع لورا على الكورس ويب سايت، وين الكورس ويب سايت؟ هون بتلاقي انه انا حاطط لكم سلايدات هياتهم في الاسبوع الثاني، هياتهم السلايدات، وحاطط لكم كمان الهوم ورك رقم واحد. الهوم ورك رقم واحد هو عباره عن شيء بسيط وتيبل بدنا نعبيه. فهاي ورقة بتعبيها، بدك تعبيها كبي دي اف، عبيها بدك تعبيها ك تطبعها وتعملها سكان او تصورها بتلفونك وتاخذها كايمج وتبعثها كما بصير. بس مشان نتعلم على الاوبريتورز المختلفة اللي راح نشوف بعضهم اليوم بالسلايدات، فهم تيبلز بدنا نجربهم على البايثون شيل، بس مشان ناخذ على يعني نعمل براكتس. يعني هي بس الهدف منها براكتس ونتمرن على الاوبريتورز المختلفه اللي موجوده في البايثون. فاقراوها شوفوها وموضوعها سهل. عبوا التيبل مكان الكالكوليتد هون، يعني مثلا 2 ضرب 3 معروفه، خلاص تحط 6 هون مش هيك، 2 اس 3 معناته تحط 8 هون مش هيك،
هون مثلا شو الميسنج اوبريتر، فايش حلو انه تتعود عليهم، تعرف الاوبريترز المختلفات هذول اللي عندنا زي ما راح نشوف. فهي بالنسبه للهوم ورك. الان بالنسبه لموضوع السلايدات، نبلش في السلايدات في الجزء الاول من السلايدات اللي هم موجودات عندكم، هي انا حتى نزلتهم من هون، موجودات عندكم على الويب سايت. طبعا الاساسيات اللي التوبكس اللي نغطيها البلت ان كونستانتس والفانكشنز، في بعض البلت ان فانكشنز وبلت ان كونستانتس، وفي زي النان والترو والفولس، وفي بعض الاوبريتر زي الاور والاند والنوت، وفي فانكشنز زي ما انتم شايفين هنا كمان ريليتد للموضوع، فراح نشوفهم ونحكي عنهم. طيب نبلش في السلايدات محاضرتنا. هاي السلايدات نعمل enable the editing ونعمل presentation هون. طيب فزي ما انتم شايفين احنا راح نحكي في الجزء الاول من السلايدات، راح نحكي الكل شايف، انا عامل شير للسكرين صح؟ عامل شير للسكرين، فالكل شايف الشاشه عندي. طيب فبداية بدنا نحكي عن البايثون داتا تايب زي ما انتم شايفين عندنا هون، فراح نحكي عن الاكسبشن، راح نحكي عن الفاريبلز، بعدين بنبلش بالداتا تايب زي الفريمز والليست، بس في شغلات كثير بس في شغلات كثير بس في دكتور بس المايك تاعك في وش؟ المايك تاعي اليوم في وش؟ امبارح كانت اموره كويسه، بعرف ايش خلص هيك تمام، هيك تمام. طيب الكل الصوت صار عندي تمام. هو بدك الصراحة في قاعدين في عمرة بجنبنا وقاعدين بيعملوا جايبين الـ يعني في الشاحنات هاي اللي بتعبي اسمنت ومش عارف ايش، ففي وشة فمسكر انا كل شيء، بس يعني ممكن هي الوشة جاية من عندهم يعني، فان شاء الله يخلصوا بدري وش بدنا نسوي يعني، فالشارع مسكر وعاملين قصه هون. طيب ف بس الصوت كويس هسه مش هيك؟ تمام. طيب كويس. فاللي بدي احكيه انه بدنا نحكي عن مواضيع مختلفه، هاي المواضيع اللي راح نحكي عنها، ونوصل لموضوع الاوبجكت والكلاسز. بس الكلاسز كانه كل شيء في البايثون هو عباره عن داتا تايب، عن اوبجكت، حتى الانتجر حتى الفلوت. فلما نجي نحكي عن اوبجكت والكلاسز مش راح تكون اوبجكت وكلاسز بمعنى الكلاسز، لانه يعني اللي شفناهم في ماده الاوبجكت اورينتد او العينها 112. ليتر اون في اخر السمستر راح نحكي عن الكلاسز وكيف تعمل الكلاس خاص فيه، وراح نحكي عن الستاندرد لايبراريز اللي موجوده في البايثون. وقلنا واحده من نقاط القوه في البايثون انه كيف يكون في عندك انت خلينا نحكي تستفيد قدره على انك تستفيد من اللايبراريز والباكجز اللي الناس الثانيه بيعملوها موجوده على النت، وكيف تستخدمها وكيف استخدامها لما انت. طيب اول شيء بدنا نحكيه انه الاكسبريشن زي ما شفنا انه ممكن تستخدم الشيل. طبعا بالسلايدات هون زي ما انتم شايفين قاعد بورجيكم كيف تستخدم الشيل. طبعا هذا الحكي احنا بنعرفه من من وين بنعرفه؟ بنعرفه احنا بنشغل البايثون شيل زي ما حكينا الاي دي ال اي، بنشغل البايثون شيل هون، هاي البايثون شيل تاعي، وإذا بحطه هون هاي البايثون شيل تاعي. فممكن أنا زي ما انتم شايفين بالسلايدات هون مثلا ممكن عم بستخدم تعالي حاد زائد 3 انتر، بلاقي انه اعطاني النتيجة مثلا 5، فبقدر استخدمه كالتبقى. هذا مطلوب منكم حتى في الاسايمنت انكم تجربوا، يعني مطلوب منك انك تعبي التيبل هذول يعني عن ظهر قلب، يعني تجرب حتى ما يقسم، لا جرب في البايثون شيل وطبقهم وشوف شو اللي يصير معك. فالاكسبريشنز هذول مختلفات، وفي عندنا اوبريتر مختلف، في عندنا شيء مختلف شوي عن لغات البرمجه الثانيه، انه في عندنا اوبريتر خاصه للانتجر ديفيجن. فهاي هون ريال ديفيجن زي ما شايفين، السلاش العاديه هي الديفيجن العاديه 5 على 2 اضعف 2، بس لما اقول دبل سلاش هون فبعطيني انه 2، لانه بقول لي 5 تقسيم 2 والباقي
الانتجر ديفيجن، والباقي ممكن حصله من خلال الاوبريتر اللي هي المودولاس هاي او اداره البيرسنتج اللي هي على الكيبورد الرقم رقم 5. ممكن تحصلها. في عندنا اوبريتر جديد اللي هي الاوس دبل ستار 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 يعني. فهاي الاوس هي او الباور تو ذا باور، فبنقول 2 ضرب ضرب 3 يعني معناها 2 ضرب 3 مش هيك، معناها 2 قوه 3. وهاي فيها بصراحه تريكي شوي لانه الايفالويشن تبعها بصير من اليمين لليسار مش من اليسار لليمين. طب شو معنى هذا الحكي؟ لما نيجي على البايثون شيل هون بنقول 2 قوة 3، طبعا اكيد راح يعطينا 2 ضرب 2 اللي هي 4 ضرب 2 بصير 8. بس لو قلنا 2 لو قلنا 2 قوة 3 قوة 2 كيف تتوقع النتيجة؟ بقدر اقول النتيجة 64 ولا لا؟ 64 صح؟ طب كيف حسبتيها انت 64؟ النتيجة حسبتيها 2 قوة 3 في 8 8 قوة 2 64 64 بس لا هي بتنحسب بالطريقة هاي يا بنتي، بتقول 3 قوة 2 ناخذها من اليمين من اليمين لليسار لليسار بنقول 3 قوة 2 اللي هي 3 ضرب 3 9 و2 قوة 9 512. فإذا نيجي نطلع بلاقي النتيجة إنها طلعت معنا 512 زي ما أنتم شايفين. فهاي النقطة مهمة مرات ممكن نشوفها إنه تكون في عندك أوس. إذا بدك إياها تطلع معك 64 معناته لازم نحط الأقواس. فإذا نيجي هون نعيد صياغة الجملة هاي، طبعاً ألت مع حرف البي بيطلع لنا الريزلت هاي. فإذا بدنا نطلعهم إحنا بالطريقة اللي حكيت عنها معناته لازم نحط أقواس. إذا حطينا أقواس زي هيك بيطلع معنا 64 بدك إياه. فهو الحقيقة اللي بصير مش هون، اللي بصير كأنه حاكين لما نيجي نعمل الإشي هذا كأني حاكي هيك، يعني كأنه هذا اللي بصير عندي، هذا اللي فعلا بصير عندي لأنه أنا بمشي من اليمين لليسار مش من اليسار لليمين. طبعا الأولوية للعمليات الحسابية زي اللغات البرمجة الأخرى أول إشي، أو لما يكون في عندك إكسبريشن زي اللغات الأخرى أول إشي ببلش عندك من ببلش نحكي عن مين، ببلش نحكي عن الأرايثمتيك إكسبريشنز مش هيك، العمليات الحسابية أول إشي ضرب وقسمة مش هيك، بعدين جمع وطرح، بعدين إذا تساوي في نفس المنزل ممكن نمشي من اليسار لليمين ما فيش مشكلة. بعدين بنخلص العمليات الحسابية بنيجي للعمليات اللوجيكال اكسبريشنز الاند والاور، بعدين بعدين نيجي للعمليات اللي هي الريليشنال واخر شيء اللوجيكال مش هيك. وهاي ترتيبهم كمان شوي بنشوفه هون. فاول شيء العمليات الحسابيه الالجبريك اكسبريشنز، بعدين الكومباريزونز، بعدين بيجي عندنا بعد الكومباريزونز بيجي عندنا اللي هو العمليات اللوجيكال اكسبريشنز او البوليان. فهاي هون رقم 1، هاي هون رقم 2، وهاي هون رقم 3. طيب احنا بجزء يعني سرعنا شوي بالعمليات، بس نرجع للاكسبريشنز اللي عندنا هون. الاوس عرفنا كيف تتنفذ. طيب في عندي كمان في البايثون نقطه قويه كثير اللي هي البيلت ان فانكشنز، زي في عندي مثلا ابسولوت مينيمم ماكسيمم هذولا وغيرهم. طبعا اذا بتيجي على الويب سايت هون بدي اعمل انا بدي اطلع من هون وارجع على الويب سايت تاعنا. وين الويب سايت تاعنا؟ هاي الويب سايت تاعنا. طبعا انا هون بجنب السلايدات حاط لكم هون اكسترنال لينكس مش هيك اكسترا نوت. في عندك واحدة من اللينكس اللي هي البيلت ان تايبس. البيلت ان تايبس هذول شو البيلت ان تايبس؟ طبعا يعني بتشوف انه اللي بدنا نحكي عنهم كمان شوي الاوبريتورز اللي عندي مثلا هاي اقل او يساوي، اكبر او يساوي لا يساوي. وفي عندي الاوبريتور الجديده از واز نوت، هاي راح نمر عليهم نحكي عنهم في اوقات لاحقه ان شاء الله. في عندي انتجر وفلوت، طبعا الكومبلكس مش راح نحكي عنهم. في عندي الاوبريتورز العمليات الحسابيه هياتها مش هيك، جمع وضرب وقسمه وقسم صحيحه مش هيك وباقي قسمه وزائد وناقص. وفي بعض الفانكشنز اللي هم زي الابسولوت وانتجر وفلوت بجوز شفناهم المحاضره الماضيه. وفي عندي البيت وايز اوبريتورز مش راح نحكي عنهم الان، خلينا نحكي الشيفت ليفت وشيفت رايت مش راح نحكي عنهم. وفي عندي كمان
في شغلات كثيره هون في عليها امثله هون شيكا. فهاي البيلت ان تايب طبعا في عندنا كمان بيلت ان كونستانتس. والبيلت ان كونستانتس هم ثلاثه. لما نجي نحكي عن لوجيكال اكسبريشنز بنحكي عن البوليان، يعني في عندنا ترو او فولس، وفي عندي نوع جديد زي بيشبه النال. ذاك اللي لما كنا نحكي في السي بلس بلس عن النال، في عندي شيء بيشبهه بنحكيش نال بنحكي نان هنا في البايثون. وفي عندي كمان نات امبلمنتد. نات امبلمنتد هاي انه مش 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 مطبقه بعدها، مش يعني مش رح نوصل لها، مش رح نحكي عنها الا اذا سمح الوقت. وفي عندي كمان بيلت ان فانكشنز، انا جيت لهم عشان اشوف البيلت ان فانكشنز. طبعا في عندك طلع في عندك تيبل كبير في البيلت ان فانكشنز. معظم البيلت ان فانكشنز اللي موجودات في الانتربيتر مباشره انت بدون ما تروح تفكر انه تطبقهم. واحد من الفانكشنز اللي شفناها اللي هي بجوز ال ال البرنت، لو عندنا كنترول اف اقول برنت، وين البرنت؟ هاي البرنت، لكن استخدمنا الفانكشن اللي اسمها برنت. فالبرنت هيات مشان نطبع شيء على الشاشه. كمان في عندنا الانتجر، اذا شفتوا الانتجر اللي هي مثلا اذا بتقرا شيء، لا ما شفناهم، مش بنشوفهم بنرجع لهم. طيب جوز ما اخذناش الانبوت احنا. طيب في عندك الماكس، في عندك المينيمم، في عندك الصم، في عندك مجموعة من الفانكشنز هذولا بإمكانك في الإيفال راح نشوفها. ففي عندك مجموعة من البيلت-إن فانكشنز وهي شرحهم تحت. فهذولا البيلت-إن فانكشنز كويس إنه تبلش تفكر فيهم. مثلا أنا في عندي مجموعة من القيم، وهالقيم هذولا أنا بعرفش شو بدي أحكي، بدي أطلع أكبر قيمة أو أصغر قيمة أو بدي أخذ مجموعهم. ففيش داعي أكتب function، أنا زي ما رح نتعلم مستقبلا نكتب function، ففيش داعي أن أكتب function وأصير أجمعهم وأصير خلينا نحكي أبعثهم للfunction وأجمعهم أو أوجد المينيمم أو أوجد الماكسيمم. في عندي function موجودة هياتها ممكن أعيد استخدامها زي ما احنا شايفين في ال زي ما احنا شايفين في السلايدات. ففي عندي مجموعه من الفانكشنز. اليوم الفانكشنز اللي بنحكي عنهم اللي هم التو فانكشن، الابسولوت فاليو بتعطيك الابسولوت فاليو لاي قيمه، المينيمم والماكسيمم. واذا بدنا نجربهم ممكن نجربهم ببساطه زي ما انتم شايفين هون بالسلايدات. مثلا ابسولوت فاليو لقيمه بعطيك دائما الابسولوت فاليو، بنعرف انه القيمه المطلقه، يعني القيمه المطلقه لاي قيمه سالبه بعطينا الموجبه، اذا كانت القيمه الموجبه بعطينا اياها نفسها. المينيمم اذا في عندي مجموعه من القيم بدي الاقي المينيمم لهم، فممكن الاقيهم ابعثهم للمين فانكشن مباشره على الشيل، فيش داعي اعرف شيء، فيش داعي اعمل امبورت لاي شيء، مش هيك؟ والماكس نفس الشيء، والصم نفس الشيء. ممكن احنا نجربهم في الشيل، شلتانا هاي شلتانا. فممكن نجرب هون مثلا اذا انا بدي اعمل اقول مثلا مثلا الماكس المجموعة من القيم، في عندي بجوز واحد واثنين وثلاث واربعة واثنين وواحد مثلا، بعرف انه القيمة مثلا الكبرى اللي هي الماكسيموم اللي هي الاربعة، فاكيد راح يعطيني اربعة. اذا بدي اوجد الصم مثلا لنفس ال او ممكن نعيد الت مع بي، وبدي اوجد الصم لهالإليمنتس هذول، فيش داعي انا اكتب فانكشن، بكتب بس ايش صم. ولاحظ بدون ما اعمل اي اشي انا عملت صم. الصم لا بتشتغلش على الصم، بتشتغلش عفوا الصم تشتغلش على list of items زي هيك، لازم يكون في data type، رح نتعلمها على list بنشوفها. بس اذا بدي مثلا المينيمم ممكن ممكن نعمل المين. لاحظ اعطاني خطا هون الصم، ليش؟ لانه بدها بتخرج list of items، بس لو حطيتهم هذول list of items جوا list هسا هذاك او كما separated items، بس لو حطيتهم جوا أقواس مربعة هون، لاحظ جوا أقواس مربعة الآن عفوا، وقلت الصم بعطيني الصم تبعهم. هاي الفكرة اللي بدي أحكي عنها، كمان شوي رح نحكي عن الليست، مش هيك؟ فأعطاني مجموعهم 13، بس كان لازم أحطهم جوا أقواس مربعة لأعطيهم للصم، فبديش يعطيهم إياها جوا بطريقة هاي. فعشان هيك الصم كان إلها خصوصية. طبعا حتى المين والماكس كان بقدر أعطيهم أقواس مربعة، مش عندي مشكلة. المين فكان نفس الاشي والماكس، بس الصم بالذات لانه لازم تأخذ داتا تايب، فلازم ابعث لها الداتا تايب. والداتا تايب هذا بين اقواس مربعة بسموه اللي هي الليست او الاري. طيب
فهاي في built in functions زي ما شفنا احنا في الويب سايت، في عندنا مجموعة كبيرة من built in functions بإمكاننا نقرأ عنهم نتعلمهم، وراح نتعلم على معظمهم يعني راح نشوف معظمهم هون خلال السمستر، بس إذا في شيء ما أخذناه ممكن تيجي ترجع عليه وتشوف إنه والله شو ممكن هال built in function هاي تسوي لي. طيب كمان لما تيجي تحكي عن البوليان اكسبريشنز اللي بدك تطلعوا لك true or false، قلنا في عندنا two constant، في عندنا constant اسمه true وconstant اسمه false، فالtrue true وكابيتال T والfalse false وكابيتال كابيتال F. نتذكر هالإشي هاد، بدناش خلينا نحكي نحط true small، لأنه إذا حطيت true small ممكن يعتبرها variable، فبتكيش أنت تخربط في الشغلة هاي. فإشي مهم إنه تذكر هالإشي ها. طيب خلني أكبر الشل اللي عندي. طيب فإذا بتقول مثلاً true فهي true، ممكن أقول x بتساوي true مش هيك، فx النوع type تبعها هي بتكون boolean، فإذا بتقول type للx الآن بعطيك ايش كلاس بوليان، فلاحظ انه كل شيء هو عباره عن بوليان، او خلينا نحكي عفوا كل شيء هو عباره عن كلاس، حتى البوليان وهو هو هو ايش هو كلاس. طبعا ممكن تقول انت ترو اند، لاحظ الان كيف بكتب الاوبريتر اند بكتبها كلمه كتابه، مش زمان كنا نحط ايش الشيء هذا في سي بلس بلس مش هيك، مثلا اند فولز، فهذا خطا، هذا الحكي خطا مش هيك، هاي هذا الشيء مش الاند، هاي اوبريتر ثانيه مش الاند، وبعطيني سينتاكس ايرور عليها مش هيك، وحتى لو طلب مني اخذ واحده فبتكون البيت وايز اوبريتر، فمش صح اللي بعمل. اذا بدك تعمل انت ترو and false مثلا تكتبها ككلمة and ماشي، فبتكتبها ككلمة and تحط enter فبتعطيك false لأنه واحد منهم false، بس إذا بدك إياها or كمان تكتب or مش هيك، بتكتبها كتابة. فلنتذكر الإشي هاي الـ and والـ or هم بنكتبهم كتابة في البايثون. كمان الريليشنال اوبريتورز الاقل والاكبر واليساوي واللا يساوي، لا يساوي زي سي بلس بلس اكزاكتلي يعني والجافا، فبنستخدمهم نفس الطريقه. وبعطونا ريزلت هون لما نجي نقول اثنين اقل من ثلاثة او والله ترو، اثنين اكبر من ثلاثة فولس، وبعطونا الريزلت هاي، فمرات ممكن نحطهم في اف ستيتمنت لما ناخذ الاف ستيتمنت او في وايل ستيتمنت او في يكون في عندي اكسبريشن. لما يكون في عندي اكسبريشن زي هاب اكسبريشن زي هذا بدي انتبه شوي انه ما ببلش باليساوي، انا ببلش بالعمليات الحسابيه، فهون العمليه الحسابيه راح تكون 6 مش هيك 2 زائد 4، بعدين بخلص هاي ما يعني بعدي عن هاي، باجي 2 ضرب 9 على 3 اول شيء الاقواس 9 على 3 اكيد بيطلع لي 3 مش هيك، بعدين 2 ضرب 3 اللي هي 6، بعدين باجي بقول ايش ال6 بتساوي ال6 فرع عم بتساوي 6 عشان هيك اعطاني هيك. فنتذكر الاشياء الان زي ما حكيت كمان في البوليان اوبريتورز كلمه اند وكلمه اور وكلمه حتى نات، لاحظ ما بنستخدم الاشاره هاي، هذا الحكي ما بنستخدمه، هي موجوده مع زي ما شفناها قبل شوي مع النات ايكوال، شفناها هون هاي مع النات ايكوال، هاي اوبريتر واحده مش حرفين، بس لما نيجي على النات بنستخدم نستخدم النات مش هيك هاي بالطريقه هاي على التعذب، لا في السي في البايثون تكتب كلمة نات وكلمة اور وكلمة اند مش هيك، بالاضافة لكلمة فولس وكلمة ترو وكابيتال اف كابيتال كابيتال. وهاي في اكسبريشن هون ممكن تقول اي شيء بدك اياه، وفي عندنا فانكشن من النات مش هيك، ممكن تقول نات ترو او ممكن تقول نات ترو مباشرة يعني. اذا نرجع على هون ممكن تقول مثلا نات ترو طريقة هاي اكيد ممكن تقول تعطيها كفانكشن نات ترو، اذا اقوال دائرية نات فانكشن مش هيك فتعطيك نفس النتيجة. فهاي ملاحظة جيدة. طبعا التركيز زي ما حكيت اول شيء عمليات حسابية رقم واحد، بعدين عمليات المقارنة رقم اثنين، بعدين عمليات الاند والاور اللي هي رقم فإذا بتشوف هون إذا بتشوف ترتيب العمليات هون مين بصير أول إشي؟ أكيد العملية الحسابية هاي صح؟
أربعة زائد واحد اللي هي بتساوي خمسة، وخمسة الآن بدنا نخلص هون، فما بنيجي على الأور، نيجي على اللي يساوي لأن الكومبارزن أول. فهل الخمسة بتساوي الخمسة؟ نعم بتساوي الخمسة، فبعطيني إيش؟ بعطيني ترو هون. الآن بعدي عن هاي الأور، بعدي على مليل الكبير اللي هون. أول إشي أربعة ناقص واحد أكيد مش واحد أقل من أربعة، أربعة ناقص واحد بنفس العملية الثانية هون اللي هي ثلاث. بعدين بعمل باجي على المقارنة رقم اثنين اللي هي ثلاثة أقل من أربعة، نعم ترو مش هيك. الآن برجع وبنفذ إيش ما بين ترو هاي والترو هاي، باجي بنفذ إيش بأخذهم بعمل معهم الأور ترو أند أور ترو بتطلع أكيد ترو. طبعا هون في اكسرسايز هذول مشان تطبقهم انت وتجرب فيهم لمجموعه من الشغلات كيف تنفذهم. هياته هو حلك اياهم ورجيك الحل. اذا بدك تشيك مثلا هذا الرقم انه ايفن، فبتيجي على 284 بتقسمها باقي قسمتها على 2، اذا بيساوي 0 اعطاك ترو فبتشيك انه ايفن مش هيك. إذا بدي أشوف even and divisible by 3 يعني even معناته بقسم على 2 بدون باقي، divisible by 3 كمان بقسم على 3 بدون باقي، فممكن نحط and هون. فهاي أمثلة والحل تبعهم موجودات عندنا مشان نطبق فيهم. الباور اللي حكينا عنها مثلا 2 to the 10th power، يعني 2 في يعني في 2 او 2 قوة 10 بمعنى اخر، فممكن تطبقها تقول باستخدام الاوس، ففيش داعي انه تستخدم الباور فانكشن او شيء، مع انه في عندنا فانكشن اسمها باور موجوده. طيب الفاريبل اساينمنت، ان شاء الله الصوت بعده كويس لانه شكله هذول بلشوا يشتغلوا برا. سامعيني يا شباب؟ صوت واضح دكتور؟ هو الصوت واضح بس في شويه صوت خربشه. في شويه ايش؟ صوت خربشه هيك خربشة. بقول لك هم بيشتغلوا في هاي الجرافة برا، قاعدين في عمرة ببنوها بجنبنا، فصبحوا من الصبح شغالين ف زي الشركة. طيب يعني ما باليد حيلة شو بدي أسوي. طيب وفي مايكس ممكن يكون عليهم السفنجي، هاي بكونوا أخف شوي، ممكن نبدل المايك في المستقبل إذا بدهم يظلوا هذولا يشتغلوا، ما أعرف شو. طيب نيجي نحكي عن الـ variables. لما نيجي نحكي عن الـ variables في عندنا الـ variables زي ما قلنا احنا في البايثون ما في داعي نقول integer x، ولا مباشرة بتقول x بتساوي 3 خلاص، وانا عرفت على انها ايش، على انها integer. بعد شوي بتقول مثلا بتستعمل هالـ variable هذا، بتستعمله ممكن تضربه في رقم او تجمعه او تحط وديه له function زي ما رحين نشوف في المستقبل، او 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 تعمل الاشي اللي انت بدك اياه. طبعا اذا الفاريبل مش معرف اكيد بعطيك، طبعا اذا مش عامل له اساينمنت يعني مش معرف. امتى بصير الفاريبل مش معرف؟ اذا انت عملت اساينمنت صار معرف. اذا ما عملت اساينمنت ما ناظر حكي انه الفاريبل مش معرف. يعني نرجع على الشيل، نرجع على الشيل مره ثانيه. وين الشيل؟ هاي لا الشيل، هاي الشيل. مثلا نيجي نقول اكس بتساوي 5، هاي الفاريبل معرف، بدي اقول برنت لا الاكس فبطبع لي 5. بس ما فيش فاريبل اسمه y، فباجي بقول مثلا خلينا نحكي y او print للy، بيجي ايش بقول لي y is not defined. ليش؟ لانه هذا الفاريبل مش معرفه. بدك تعرفه قول y بتساوي مثلا 10. الان اعمل print للy، بتلاقي انه طبع لك اياه. طبعا لو شفت التايب للواي بتلاقي انها كلاس انتجر. طب افرض انه انا في عندي فاريبل بس ما بدي احدد النوع تبعه انتجر وفلوت، ممكن اقول مثلا زي بتساوي نان، ذاكرين كلمه نان اللي شفناها في بدايه الـ او في السلايدات او في الويب سايت. نان معناته انا ما بدي احدد التايب تبعها. واي بتساوي او زي بتساوي نان، انا هون ما حددت التايب بس زي موجوده، ممكن اقول برنت للزي هي نان. وإذا بتشوف التايب تبعها، فالتايب تبعها التايب للزي هنا هي كلاس نون تايب، فحتى النون هي تايب بحد ذاتها. فنتذكر الاشي هون. فهاي هنا بالنسبة للفاريبل. طبعا شروط تسمية الفاريبلز لازم تبلش في حرف زي السي بلس بلس وزي الجافا وزي السي شارب، مش اشي جديد. وخلنا نحكي
شو بدي احكي، يعني ما فيش إشي جديد هون، الكل زي ما شفنا في اللغات البرمجة الثانية. طبعا هون في convention، يعني خلينا نحكي طريقة او خلينا نحكي اسلوب لتسمية الفاريابلز. دائما نستخدم الكامل كابيتاليزيشن او الكامل كيس كابيتاليزيشن، بمعنى انه مثلا في عندك فاريابل جديد بدك تعرفه، اما بتستخدم الاندرسكور، ما اذا بتكون طبعا الفاريابل اذا بتكون من اكثر من كلمة، اذا الفاريابل بتكون من كلمتين فبنقول مثلا نيو تمب، بدك تعمل فاريابل جديد اسمه نيو تمب، فبتيجي انت بتحط اندرسكور. طبعا الطريقه الافضل والاحلى انه تستخدم الكامل كابيتاليزيشن. الطريقه الثانيه انه تقول الكلمه الاولى بتكون كلها سمول، الكلمه الثانيه ببلش الحرف الاول كابيتال بعدين كلهم سمول، فهيك بتصير تعرف تقراهم بسهوله، فبكون نيو تمب، وبتشوف ان هاي طريقه بجوز احلى من الطريقه اللي فوق. طبعا هذا الكونفنشن، الناس اللي بكتبوا بايثون وبكتبوا لغات كود بتعودوا على الطريقه هاي. فاحنا كسوفت وير انجينيرنج بهمنا الكود ريدابيليتي، بهمك انت لما تكتب كود يكون الكود ريدابل واضح ومقروء، سهل القراءة وسهل الفهم. فإذا تعلمت هالأسلوب هذا، خلنا نحكي في الناس كيف بكتبوا فيها اللغة هاي، كيف بتعاملوا مع أسماء الفاريابلز وكيف بكتبوهم، بتبلش إنه بصير المسألة الناس يسهب بسهولة يقرأوا الكود الخاص فيك. فهاي شغلة كويسة. طيب بس ما بعطيك خطأ، يعني مش هيك ما بعطيك خطأ، مثلا هون هياتم تسمين الحرف. طيب نيجي الموضوع الثاني اللي هو الستريك. طيب انا هون بدي اوقف التسجيل مشان دون ما بلش الستريك، مشان الجزء الثاني يكون الحكي عن الستريك. فهي بدي اسجل، اوقف ستوب ريكوردينج.